بس بقول لك معايا انا قفيه بحسب صغير، معاك. بقول لك هات قفيه صغير، ماشي. هات شريط لحام الاول عشان خلي بالكم انتوا بتتخانقوا دلوقتي اونلاين، يعني كل الكلام ده هيطلع في الفيديو. امال يا باشا مش عاوزين نتخانق، احنا في النهايه اخوان. هات شريط لحام الاول اللي في دي، يعني العبوا مع بعض وتعاونوا مع بعض. هيبيعنا العربيه فورا، يبيع محمود العربي. عملت كونكشن مع الولاعه ال 100. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بجميع المشاهدين. النهاردة احنا في اتجاهنا لعمل ميني ايفنت تركيبات للسيارة نيسان سنترا. ميني ايفنت من الايفنتات اللي بنعملها الكتيرة في جروب نيسان سنترا تيم. في ميني ايفنت النهاردة تركيب عدد 2 مخرج شاحن ومخرج طاقة 12 فولت في اماكن مختلفة في السيارة، وتركيب جهاز تي بي ام اس تاير بريشر مونيتور سيستم، جهاز اللي بيقيس ضغط وحرارة كوتشات السيارة وبيديك الارم في حالة وجود مشكلة، سواء كانت بزيادة الضغط او بقلته او بزيادة درجة الحرارة طبقا للست بوينت اللي انت بتعملها. وما يستجد من تركيبات لسيارات نيسان سنترا اللي هتحضر الايفنت. يلا نبدأ. دي سيارة سنترا محور الايفنت النهاردة اللي هنعمل فيها التركيبات. هنركب فيها مخرجين طاقة 12 فولت وهنركب غطاء تويترات. انا ما لحقتهمش في بدايه الايفنت للاسف، يعني وركبوا غطيين بتوع التويترات، غطيين معاهم فتحه لسماعه تركب خلفهم، سماعه صغيره بناخد الوصله بتاعتهم من سماعات الباب، بيتوصلوا مع سماعات الباب. يبقى هنركب مخرج 12 فولت ان شاء الله في هذا المكان في النص، مخرج 12 فولت، والمخرج الثاني ل 12 فولت اللي هنركبه في السياره هيبقى في هذا المكان في كونسولت النص من الخلف. ده شكل المخارج اليو اس بي اللي هنركبها. حابين نوريكم هنا دي الشنط الخلفيه للشنطه السنترا اللي هي في الجناب اللي بتبات في بومبيل هنا طبعا بسكوتش. دي استيراد خاص بجروب نيسان سنترا تيم، احنا الجروب الوحيد اللي بيستورد هذه الشنطه، بتشيل حاجات مرعبه، يعني شايفين المساحه بتاعتها كبيره قد ايه، كل المساحه دي ممكن تشيل حاجات كتير. فدي لسه مركبينها في السياره برضو، ودي الناحيه الشمال. فكرة ظريفة بسيطة فيها استغلال للمساحات، تحط فيه الحاجات بتاعت السيارة. المرحلة الأولى بداية فك كونسول النص، هيتفك بالكامل عشان نمرر الأسلاك اللي هتوصل لليو اس بي الخلفي. لازم الكاسة تتفك عشان عندك جوانب الكاسة دي يا باشا نركبها لك بالمرة. ايه ده؟ جوانب الكاسة الحديد فين؟ الفيشة دي اليونت بتاع الجهاز التي بي ام اس اللي بتركب فيه الكاسة ورا، بتركب بيه اليو اس بي. وادي مدخل اليو اس بي بتاعها. تي بي ام اس معايا اهي الجزء اهو، الجزء اللي بيركب ورا اللي بيعمل كونكشن اللي بيعمل كونكشن وايرلس مع كفيزة محمود. الاربع قطع اللي بيركبوا في الكوتش، الاربع حساسات اللي بيركبوا في الكوتش. اثر على حواس السمعيه، اثر على كل. هي دي بتاعت الشاحن البنطه دي، اكيد هي ان شاء الله. ايه اللي اكيد هي ده؟ احسن تحفر لنا حفره كبيره. لا نعرف، مش هنعرف نردمها دي. هات الشاحن كده يا عم. هي يا عم هات بس الشاحن كده، خليك معاك كبنسة وزرادية ولا أي حاجة. اليو اس بي اللي احنا بنركبه في العربية هم عبارة عن مخرجين، الاثنين المخرجين بيدوا 2.1 امبير، وفي حلية حمراء كده حوالين المخرج، بيبقى في كونكشنز نحاس موجودة عشان نوصل السلك بدون تأشير. ونحب نقول ان تركيبات نيسان سنترا تيم كلها بتتم في شفيشة، معنى الكلمة ان احنا ما بنقشرش سلك واحد في ضفاير السيارة. فدي كده احنا دلوقتي بنعمل الفتحة بتاعت المخرج بتاع اللي هيركب فيه كونسول ونص. هينفع تفتح واحدة تانية؟ ايه؟ تمام. تعمل ورا ها؟ تعمل ولاعة هنا؟ ولاعة ايه؟
ده المكان الاولاني اللي هنركب فيه فتحه اليو سي بي، فتحه شحن اليو سي بي. والله انت وظروفك بقى مخرج اليو سي بي شحن. انت وظروفك. ده المكان الثاني اللي هنركب فيه مخرج اليو سي بي للشحن في خلف كونسول. ده داونلود بروجرام اللي هو بتاع الاندرويد معايا على الكارت. اه اي بي كي موجود معاك. اي بي كي دلوقتي بنعمل تسطيب سيت اب لبرنامج التي بي اس. ركبنا القطعة اللي هي بتركب ورا الكاسيت اللي هي بتتواصل مع الاربع حساسات اللي موجودين قدامنا دلوقتي. دي اربع حساسات بتوع الكاوتش بتوع تي بي ام اس اللي بيحسوا بالضغط والحرارة لكل كاوتش وبينقلوا الاحساس ده بالواي فاي اللي هي القطعة اللي بتركب مع الكاسيت، وثم السوفت وير على الاندرويد اللي هو بيشغل السيستم. ده شكل الحساسات بتاعتنا. رود ماستر، ده رود ماستر 5 على 4 طبعا بنروح نركبها عند بتاع كاوتشات عشان بيفضي الكاوتش من الهواء، وبعدين نحط نيتروجين او هواء ويركب البلف بالحساس داخل الكاوتش. صاحب العربية قرر بدل ما يركب مخرج واحد في فتحة كونسول النص، فتحة التخزين اللي هو المخرج اللي احنا جايبينه له ده مخرج الشحن اليو اس بي 2 يو اس بي، قرر انه يركب مخرج اخر 12 فولت ايضا فاضي، مخرج طاقة 12 فولت بدون يو اس بي. وبالتالي كده هيبقى ايه، ركب ثلاث مخارج، اثنين في مكان التخزين في كونسول النص وواحد ورا كونسول النص. دي القطعة البلاستيك اللي هي بتركب هنا في مكان التخزين تحت المسند الوسطي في كونسول النص. المخرج الثالث هيبقى هنا، يبقوا ثلاث مخارج طاقه في السياره بالاضافه للولاعه الرئيسيه. لو ده احنا غير بقى نبتدي نفتح. اه بس ايه يعني تكمل على ايديك. ايوه زحلق ايديك لبره. شفت؟ خلي بالك. لما يطير لك العدسة صحيح كلام مظبوط. تقعد تعاق جنبيها بقى صحيح. ده شكل مخرج اليو اس بي بعد تركيبه في الجزء اللي بيركب ورا كونسول النص. المخرجين بتوعه كل مخرج فيهم 2.1 امبير ولي كفر كده. وهنجربه بقى في المكان دلوقتي بعد تشغيل الباور الكهرباء، وهنجرب المخرجين التانيين. ده شكل نهائي المخرج بعد تركيبه، ودي إنارة المخرج. نختبر الشحن. هنركب الوصلة التانية كده. ابتدى يشحن. اشتغل اهو. احنا شايفين. واني واحد فيهم احنا سريع كمان. هو انا فاكر ان هو ده المخرج الفوقاني. نجرب المخرج التحتاني اللي نقط فيهم بقى. انا بحب البرنامج اكتر من الثاني. شفت لك هو المفروض يدي درجه حراره يا باشا. هو ده شغال اهو. تمام شغال برده. ادي مؤشر الشحن شغال. لا ما اداش درجه حراره. ده بالنسبه للمخارج اللي هنا. في المخرجين اللي هم جوه انت محتاج وصله. حط لك الوصله فتح الكونسول النص. واحد منهم عملناه مخرج الولاعه فقط. يعني هيفضل مدلدل من قدام كده. وادي الولاعه اللي فيه في الشاحن. هسيبها لك في عين مؤقته. ماشي بس الوصله دي بتاعت الكاسيت بتاعي. النار. وده المخرج الثاني. اي لا هسيبها لك. لا هو شغال كده خلاص. احنا بس طب بص بقول لك ايه، جرب لي ثاني هنا كده مش هيشتغل ولا لا. جرب لي عليه اس بي ثانيه كده. كده ينتهي التركيب بتاعنا. وعايز تراجع عليه خاص بالتي بي ام اس هتدككها خلف الكاست. كده ينتهي الميني ايفنت السريع بتاعنا النهارده بتركيب عدد 3 مخارج طاقه 12 فولت، 2 في درج التخزين في النص وواحد في خلف الكونسول النص، وبتركيب جهاز التي بي ام اس وبتركيب الكفر بتاع سماعات التويتر
في الابواب. والميني ايفنت بتاعنا النهارده يعتبر انطلاقه لايفنتات كثيره قادمه في هذا الصيف الحار، ايفنتات تركيبات للسياره نيسان سنترا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، يا ريت تدونا اللايك الجامد قوي وتكتبوا كومنتاتكم وتعليقاتكم تحت الفيديو، هرد عليها كلها باذن الله. وبالنسبه للناس اللي بتتفرج علينا ولسه ما اشتركتش في القناه، يا ريت تشتركوا في القناه عن طريق الضغط على زر سبسكرايب الاحمر الموجود تحت الفيديو وتفعيل زر الجرس عشان يجيلهم اشعار بكل جديد من فيديوهاتنا في حين اصدارها اول باول. ودمتم في امان الله.